في هذه الحلقة سوف نقوم بعمل تصميم هذه الصورة مع بعض خطوة بخطوة إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعود إليكم. أولا قبل أن نبدأ أتمنى من كل قلبي أن تضغط اشتراك على الزر الأحمر في القناة وتفعل زر الجرس إرسال جميع الإشهارات حتى تتوصل بكل ما يتعلق بالقناة أولا بأول. أما إذا كنت من عشاق برنامج الفوتوشوب أدعوك إلى دخول الموقع الرسمي الخاص بالقناة fitness23.com، بعد ذلك التوجه إلى قسم الأدوبي لتشاهد كل حلقات الرائعة مرتبة بشكل جيد على برنامج الفوتوشوب. أترك لك الحرية في التصفح هذا القسم وأتمتع بكل التعديلات الرائعة على برنامج الفوتوشوب. نبدأ على بركة الله، نفتح برنامج الفوتوشوب بهذا الشكل، فايل نيو، بعد ذلك أفتح أبعاد الصورة لوحة العمل Full HD أو HD كما تريد، أضغط أوكي، بعد ذلك فايل أوبن، بعد ذلك أتي إلى الصورة. يمكنك تحميل هذه الصورة من خلال رابط التدوينة والتدوينة أسفل هذا الفيديو إن شاء الله. أضغط هكذا، أضغط Open بهذا الشكل، أفتح القفل عن Layer من خلال الضغط مرتين متتاليتين، أضغط OK بهذا الشكل، المفتول أسحبها إلى لوحة العمل الخاصة بي، كنترول ناقص وأقوم بتحريكها كيفما أشاء، كنترول تي، أضغط على أداة المغناطيس طبعا وأقوم بتقليل بعد ذلك، أضغط كنترول جي لنسخها في طبقة جديدة أسفل، أنزل إلى الطبقة السفلية، أختار Image Adjustment، بعد ذلك Desaturate، أطلع أو أصعد إلى الطبقة العلوية، بعد ذلك أقوم بإضافة Add a Layer Mask للصورة، أختار البراش تول بهذا الشكل، الأسود من أعلى والأبيض من أسفل، أختار البراش. سوف أترك لك رابط لتحميل هذه البراشات التي سوف أستعملها في هذه الحلقة. للأشخاص الذين لا يعرفون، فقط إضافة براش جديدة، تأتي إلى علامة الترس هذه، بعد ذلك load براش، بعد ذلك تذهب إلى حيث حملت البراش الخاصة بك، مثلا أنا هنا البراش موجودة هنا فرش، وتضغط هكذا، تضغط load، فقط للأشخاص الذين لا يعرفون. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون كيف يضيفون البراشات ليس هناك أي مشاكل. بعد ذلك أضغط بهذا الشكل كنترول ناقص، أستطيع أن أقلل من القيمة أو أضيف القيمة التي أريد أو بعد ذلك أنزل إلى أسفل لفتح أيقونة جديدة أو طبقة جديدة، أختار البراش تول بالزر الأيمن، ربما هذه المرة سوف أختار Soft Brush بهذا الشكل، براش ناعمة، أضغط Enter، Alt والزر الأيمن للماوس حتى أقوم بتعديل القيمة، الهاردنس طبعا 0 للتأكد فقط. بعد ذلك مرة أخرى أفتح طبقة جديدة، أختار اللون الأبيض هذه المرة، أختار Fill and Filling بهذا الشكل، ربما سوف أسحبها إلى أسفل أو ليس هناك أي مشكل، سوف أتركها في الأعلى. بعد ذلك أختار Layer Mask لهذه الطبقة، مرة أخرى أختار الأسود من أعلى، الأبيض من أسفل، البراش تول، أعود إلى البراش السابق بهذا الشكل، ربما هذه المرة سوف أختار هذه، ليس هناك أي مشكل، أضغط Enter. لإدارة البراش فقط بهذا الشكل، أضغط على هذه الأيقونة وأديرها من هنا بالشكل الذي أريده. فقط إذا كنت أريد أن أمسح أي شيء أقوم بالضغط على هذه الأيقونة ومثلا أقوم بالمسح من هنا كما تشاهد معي هنا.
بعد ذلك أريد أن أعود إلى هذه الطبقة وأضيف أكثر في قيمة البراش، أقوم بتغيير البراش إلى البراش الناعمة الدائرية العادية بهذا الشكل، أقوم بتغيير هكذا بهذا الشكل. بعد ذلك أستطيع أن آتي إلى الطبقة العلوية أو هذه الطبقة، أقوم بإضافة اللون الأبيض. أريد أن أذهب إلى العينين وأقوم بمسح الماسك حتى يظهر اللون الحقيقي للصورة بشكل عادي جدا. بعد ذلك أتي إلى هنا Adjustment Layer Brightness and Contrast، أقوم بتكبيرها إلى غاية حدود 100 بهذا الشكل، أضغط أغلق هذه لا أحتاجها، انتهينا منها هذه أيضا. بعد ذلك أضغط Ctrl E ليقوم بإخفاء كل شيء، أختار البراش تول الأبيض من أعلى والأسود من أسفل وأقوم بالتلوين على العين. بعد ذلك مرة أخرى Adjustment Layer بهذا الشكل، هذه المرة Hue and Saturation، أقوم بتغييرها إلى قيمة كلية حتى تظهر لي بشكل جيد عند التعديل. أضغط مرة أخرى على الماسك Ctrl and E لإخفاء كل الماسك. بعد ذلك مرة أخرى نفس العمل، البراش تول الأبيض من أعلى والأسود من أسفل هكذا. بعد ذلك يمكنني أن أعود إلى Hue and Saturation وأختار اللون الذي أرى أنه مناسب بالنسبة لي. أعتقد سوف أتركها بهذا الشكل. يمكنك أن تخبرني أيهما أفضل، هكذا الأصلية أم بعد Hue and Saturation. صراحة لا أستطيع التمييز بشكل جيد. المهم، بعد ذلك أتي إلى هذه الطبقة، أضغط مرتين متتاليتين لتأتيني Blending Option على اللاير وليس على الماسك. بعد ذلك أتي إلى Drop Shadow بهذا الشكل ليضيف Drop Shadow جيد، ربما في حدود 6، ممتازة. هكذا أعتقد 13، ربما 11 جيدة. سبريد أتركها 0. يمكنك أن تقوم بالضغط مباشرة على هذه الإفكت وزر الألت وتسحبه مباشرة ليطبق على الطبقة السفلية. أتمنى أن تكون قد شاهدت الستروك أو الدروب شادو الذي نتكلم عنه، ها هو هنا بهذا الشكل، وشاهد معي عندما أقوم بإخفائه. بعد ذلك أضغط على آخر طبقة وأول طبقة، أضغط Ctrl Alt Shift وحرف الـ E بهذا الشكل لينسخ كل شيء في الطبقة العلوية. بعد ذلك أستطيع مثلا أن أضيف Levels للصورة، أو يمكنك أن تضيف Vibrance. يمكنك أن تشاهد الفرق مع وبدون الفايبرز. أعتقد أن هذه هي حلقة اليوم، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، حتى نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. أتمنى ألا تبخلوا علي بآرائكم وتعليقاتكم، الضغط على الزر لايك، ترك كومنت تحفيزي في الأسفل والإشتراك في القناة. حتى نلقاكم من جديد، أترك لكم الصحة والعافية. سلام. في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل شعار بهذا الشكل، فإذا كنت مهتم بالشرح أرجاء البقاء معي في بضع دقائق لنقوم بتصميم هذا الشعار مع بعض إن شاء الله. أما إذا كنت من عشاق برنامج الفوتوشوب فأدعوك إلى الدخول إلى موقعي fitness23.com والدخول إلى قسم الأدوب لتشاهد كل التعديلات الغرافية على برنامج الفوتوشوب مرتبة بشكل رائع ورائع جدا، من تصاميم بطاقات زيارة، بانرات إعلانية والعديد من